السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاصم فوزي من شركة التيسير يحييكم. الفيديوهات دي مخصصة للزباين اللي بتطلب تشوف حالة الأجهزة الأول قبل ما تطلب من الموقع، أو الزباين اللي طلبت من الموقع وعايزة تشوف حالة الجهاز قبل ما تستلم من شركة الشحن، وبعدين بتفتح الكرتونة من مندوب الشحن بتعين لو هو نفس الجهاز اللي في الصور أو مش هو. لو هو بتستلم مش هو خلاص كده بترفض الاستلام، ده من حقها طبعا. فدي احنا عملنا فيديوهات مخصوصة لصور جهاز على الطبيعة لكل جهاز عندنا، عشان اي زبون عمل طلب او عايز يعمل طلب بنبعت له التفاصيل. فكل جهاز ان شاء الله في الفترة الجاية هنصوره ونجمعه في فيديو ونرفعه على اليوتيوب. فلو انت مهتم بشراء لابتوب في الفترة الجاية، تابع القناة بتاعتنا واشترك فيها واعمل لايك. تفاصيلنا كلها هتلاقيها في الوصف اسفل الفيديو، العنوان ورابط الموقع والتليفونات ومواعيد العمل والواتس، كله هتلاقيه في الوصف اسفل الفيديو. كان معكم عاصم فوزي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.